حبايبي واخواتي المستهلكين، النهارده جيت لكم وجايب لكم معايا عرض مغري جدا جدا جدا. يا ترى ايه هو العرض؟ اشتري 5 ازايز شامبو وخد صابونه هديه. نجوى نجوى اقعدي مكاني اقعدي مكاني دقيقه واحده بس، شكة قوي. نانا انا عايزك تاخدي لي ميعاد مع اخوك في البيت. ها عايز اجي ازوركم بجد؟ بس انت جدك لسه متوفى. ما انا عارف الله يرحمه، بس اتاكدي ان دي اكتر حاجه هتسعده في توبته. قلت يا ابني اهو ماشي. سوري مش هقدر اكمل معاكم عشان دي مش مكانتي، انا اسف. سوري سوري. يا عيني شاي علي. يلا موان. على مهلك جميلة. يلا موان. يا اهلا وسهلا يا شواد، نورت الورشة غالية. ما تلاقوش، ما فيهاش حاجة، سليمة إن شاء الله. لا حضرتك فاهم غلط، احنا هنركن بس 10 دقايق. تركن بس؟ طب شيلوا القرف ده من هنا عشان ده محل اكل عيش. لما تتكلم عدل يا جدع انت في ايه؟ الله، هو كل واحد عنده حته حق صغير خايف عليه ومش عايز حد يركن قدامه؟ طب مش هنشيل، مش هتشيل، مش هنشيل عادي بقى. وختام اتنين يا ابراهيم. تعمل ايه؟ تعمل ايه انت؟ بتعمل انت عايش وش عايش وش؟ بديك فرصه هنطلع البلد ده. انا بصلح بس. لا مش للدرجات دي، فهمت كمان؟ لعلمك مش حلو يعني بتعمله ده عشان انت في منطقتك يعني مش موجوله. وكلمه تانية، هفرد الحزام. تفرد الحزام؟ ايوه. همشيل القرف ده من هنا يا شيل القرف ده من هنا. ده انت مستهيفنا بقى يا مستهيف. ايه المفاجاه دي؟ وهتتضرب ويتعلم عليكم كمان. ليك شوف حاجه يا لا يا باشمهندس، مالناش شوف حاجه. عشان ما انا بكلم الاستاذ، انت ايه اللي دخلك تسال كبير المنطقه؟ ايه اللي دخلك؟ هو معاه حق. لما انت تتكلم وانا واقف يبقى لازمتي ايه؟ الراجل بيسال ايه دخل؟ احنا فين كده ولا ايه؟ اه في كده كمان. وكده كمان ليه العنف ده يا استاذ؟ انتوا جايين لمين يالا؟ مين اسمها ايه؟ منار. منار جايين لمنار. منار مين يا؟ انت ما فيش العالم كلها الا منار اختك كريمه. شرف يا نهار اسود. شرف انا نفسي اتجوز واتهنى واحب واغير والناس كلها تجري الفرح. معلش اصل هيما اخويا كبير الحته، مفيش لا شرده ولا ورده بتعدي من تحت مناخير. خش انت بيت دلوقتي. طب عشان كلكوا الشيش خش جوه بيت. وانت بقى لمؤاخذة يعني ظروفك يا زميلي؟ الحمد لله الحمد لله. ظروفك ايه؟ ظروفي انا وقوف وقفة طمان. الحمد لله موظف في السوبر ماركت وباخد 1000 جنيه في الشهر. وبناخد حوافز كل 4 شهور يعني. اكيد مناو موصلة المعلومة دي حضرتك يعني. وهتفتح بقى بيت ازاي بقى 1000 جنيه مفتح؟ ها؟ ما ان شاء الله باين بيه. ان شاء الله يا ربنا يسهل مرتبي على مرتب مناو وربنا يسهل. يعني انت حاطط عينك على مرتب البيت؟ يعني انت طماع يا زميلي؟ تصدق فعلا شكلي طماع. انا طماع. انا اسف انا اسف. انت عندك حق. سلام عليكم. يلا على اذنك. اقعد يا انت اهو. المهم عندك مقنه؟ عندك شقه يعني؟ ده رؤوف عنده حته دين شقه تحفه في مصر الجديده. مصر الجديده؟ بنت دي طول عمرها حظها قليل. والله انا راح اشوف الشقه. طبعا شقه اختي الوحيده شقتي، لازم اطمن عليها. مش اي منطقه كده والسلام تسكن فيها هي يعني. ها؟ طبعا حضرتك يعني تشوف وتأنس طبعا اكيد. عن اذن حضرتك. يلا على اذنك. ما تقلقش يا هو الا عن اذنك. عن اذنك تخش يا تفكر انت ماسكني مين بتوجعني ولا ايه؟ لا يا ابويا اخلص يا انا بفهم حضرتك. ودخلت معايا البيت وخدت واديت معايا في الكلام وعايز تخلع. عايز تخلع؟ الناس اللي بره في الحارة دي تقول عليا ايه؟ تقول المعلم ابراهيم ايه؟ هتقول كل خير. انا مش مظبوط يا مروان. مالك في ايه؟ مش عارف مش عارف مش عارف يا مروان. دي في ايه؟ بقى موضوع الخطوبة والهبل ده ما ياكلش معانا عشان احنا عيال ولاد بلد. هتفضل بقى داخل خارج عروستي لا سينما لا بحبك. لا انا دمي حامي شطة مولع، ما احبش اللي بيتدلع. انا كبيري مات ياه. الله يرحمه ويحسن اللي ربنا ما نعرف. يعني داخل عليا بطولك يعني؟ ما معكش غير الافندي اللي بيلق ده. انا كبير مات يا ابراهيم. بتقول ايه يا حلتها؟ لا ربنا مفيش حاجه. جدي ومان مش جدي مات وانت حضرت عزاء؟ ان شاء الله يفرمني قطر مات وحضرت عزاء يا استاذ ابراهيم. يا بابا خلاص. احنا بالصلاه على النبي كده نقرا الفاتحه
قبل الموضوع ما ريحته تطلع. بس ثانية واحدة بس يا أستاذ إبراهيم، هو حضرتك ليه محسسني إن رؤوف غلط مع الأخت؟ غلط مني مع أنت بتقول إيه يا هلا؟ لا بيقول محسسني بس يا موان، بس يا موان، أما الرجالة تتكلم بالمطاوي تخص خالص. ممكن حضرتك تديني شهر بس يا أبراهيم أجمع نفسي بس شهر. مفيش مشكلة. حاضر. قدامك شهر. بس نقرا الفاتح. نقرا الفاتح. نقرا الفاتح. يلا طب نكمل الفتحه. يلا عارفين يا يلا فين معاك الصح صحيح يا اختي يا حبيبي. يلا يعني انت مبسوط يا ابراهيم؟ فاكرك هتعمل فينا حاجه. مناشوه مناشوه مين يا ابراهيم؟ مناشوه يا ابراهيم بيه مناشوه. بنت منار اختي اتخطبت. اختي منار اتخطبت. ده انت ضغط مصدر ام امار زرات يا بنت. هات النار اللي لك على نص الطاقه. مين؟ انا خال عياله. حضرتك ما عنديش عيال. شوف الشقه اللي فوق يا جدع. انا ابراهيم اخو منار خطيبتك. احنا مش اتفقنا ان انا بشوف المطرح؟ ما تفتح عروف. ومستعجل ليه؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده من 6 ساعات بس. افتح. انت سيبني اقف على الباب بره ولا ايه؟ افتح. وحشتني. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بسم الله ما شاء الله، ده حاجه حلوه قوي. سقف عالي، الحاجات بتاع الزمان الجميله. انت جاي تشيل الشقه يا ابراهيم؟ مفيش حد هنا ولا ايه؟ مطبخ صار. ايوه كده. لا ده شغل عليه قوي. الشقه طويله العريضه دي عايش فيها بطولك فرضاني. كله عاوز يبقى بالفلق يا جدع. انا اتخمست في وشي احسد مالي. بصوا انت جاي في نص الليل عايز مني ايه؟ عاوز ايه؟ كل خير. انا حاسس ان احنا بقينا اخوات. قوم لما تزنق في مصلحه يبقى قله الاصل على الكيف لو رحت لحد غيرك. يا جدع احنا شباب زي بعض، عايزك تحس بيا. احس بيك يعني ايه يا ابراهيم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا جدع افهم معايا موزه وعايز مكنه. اوعى باين، اوعى باين لو سمحت. لحد كده كفايه قوي. في ايه يا جدع؟ ايه اللي في ايه؟ لازم تفهم البيت ده قطها واشرب بيت في مصر الجديده كلها. يا جدع مراتي ضاربين ورق عرفي. اشوف العقد العرفي لو تقامت. انت مش تصدقني؟ انت مصدقك ابين؟ انا بطمن على العقد ليكون ضاع. المهم بقى يا معلم الموضوع ده يفضل في السكرته، يعني منار اختي ما تعرفش عنه حاجه. حاضر ابين. لو منار عرفت سمعتي. سمعتك. سمعتي. حاضر ابين. اتفقنا؟ ما ابين اقفل دي بس. صباح يا صباح. مسا عليك ابراهيم. خلي ما تتكسفيش، ده بنت اختي وده الاستاذ رؤوف جوز اختي. اهلا يا هاني. صباح مروحه، اصل مدورها ومطرياها. قط النوم جوه في سرير بمله بمله. اخيرا حنمدد. يلا روف اعمل الصح. اللي هو ايه الصح يا ابراهيم؟ ازازتين بيره مشبرين، حتتين لحوه مشويين، سكرتين ملفوفين. يا طاروخ معلش يا ابراهيم، من المكونات اللي انت طالبها ما بقاش بيت اختك، بقى بيت ضعاه. الشغل بره وبعيد. ايه يا روف؟ يا جدع بقول لك ورق عرفي. طب مطلوب اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص يا عم انا اللي هعمل، انا هنزل اجيب شويه طلبات لزوم القعده واروق الدنيا. قومي يا بنت رشي كتتك بشويه ميه. طريها طريها. بعشقك يا موزه. دار يا دار يا دار. ما تتعقدش يا اخو بايب. فريق وحدك بتشتغل ايه؟